لك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نادفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حسبها المحن واذهب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هدي تاما افتتا واذهب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هدي تاما افتتا وان ترضى بالمصوم اشتع منعما وإن لم تكن ترضى بي عشت في هذا وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حسبها المحن واذهب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هدي تاما افتتا وجانب و
Assalamualaikum.